السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من المشهد السوداني الذي نناقش فيه الواقع بكل تفاصيله ونسلط الضوء على أبرز أحداثه. وكل عام وأنتم بخير، وكل سنة وأنتم طيبين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاننا الله وإياكم فيه على الصيام والقيام. وفي حلقة اليوم من المشهد نناقش معكم آخر تصريحات الفريق ياسر العطا، وكذلك نناقش قضية استقبال شهر رمضان في ظل الأزمات الحالية، ونعرج على بيان مجمع الفقه بخصوص ترائي هلال شهر رمضان. يسعدني أن أستضيف معي في الأستوديو الأكاديمي والمحلل السياسي دكتور محمد عبد الرحمن. أهلا بكم دكتور. مرحبا بك باشمهندس، مرحبا بمشاهدي طيب الكرام. دكتور محمد عبد الرحمن، الفريق ياسر العطا يعود إلى الواجهة من جديد، وتخرج له التصريحات من خلال زيارته إلى الولاية الشمالية وكذلك زيارته إلى عطبرة. دعنا نبدأ باستعراض جانبا من تصريحاته والذي واجهه في الولايتين، ونبدأ بتصريحه في الولاية الشمالية ومخاطبا قواته ليتحدث أن القوات المسلحة قوات قومية. دعنا نشاهد معا ما الذي قال في هذا الصدد. القوات المسلحة السودانية هي نموذج متفرد للقومية في كل الجيوش الأفريقية والعربية. نحافظ على هذه القيمة، بدونها ينهار السودان، بدونها تتشتت قبائل السودان. بدونها يضيق هذا الشعب العظيم، تتشتت قبائله وافراده، جماعات وافراد على كل حدود دول الدول، ولن يأمونا ولن يكرمونا لن يكرمونا، تأكدوا من ذلك تماما. القوات المسلحة الآن أمام مهمة عظيمة تحافظ على قوميتها وهوية الشعب السوداني، لأنها هي العمود الفقري الذي لن ينكسر ولن يلين يوما من الأيام الرابعة. إذن القوات المسلحة هي نموذج متفرد في القومية وهي العمود الفقري للدولة. دكتور محمد عبد الرحمن، نستمع الآن ونشاهد تصريحات ياسر العطا، وإذا قارناها بتصريحات سابقة للبرهان حول تطوير الجيش وعموم مخرجات اتفاق السلام وحتى إعلان المبادئ الذي وقعه البرهان مع الحلول الذي يتحدث عن تطوير الجيش ليصبح قوة قومية، كيف نفهم هذا الأمر بين كونها قومية الآن وأن هناك إعلان مبادئ لجعلها قومية؟ طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أود أن أهنئ الشعب السوداني بحلول هذا الشهر الفضيل المبارك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم شهركم، أن يعينكم على الصيام والقيام، وتصوموا وتفطروا على خير إن شاء الله. أما بالنسبة لقومية القوات المسلحة، فأنا أتصور أن هذه قيمة موجودة منذ زمان. يعني القوات المسلحة مؤسسة قومية مفتوحة في يعني الانتماء لها على ضوء قوانينها ولوائحها وشروطها، مفتوح لكل سوداني يحمل الجنسية السودانية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ومن أقصى الغرب إلى أقصى الشرق. ومعروف أن 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 القوات المسلحة فيها فسيفساء هذا الشعب، يعني ما هذا أمر لا يغالط فيه اثنان، يعني فهذه حقيقة. كيف لا يغالط فيه اثنان ونحن نتكلم عن اتفاق سلام؟ جوبا بيتحدث أن القوات المسلحة فيها إشكالية ولا بد من إصلاحها، وإعلان المبادئ بيتحدث عن نفس القضية. دي المسرحية بتاعت معليش ما عندنا جيش، دي المسرحية بتاعت هز الكتلة الصلبة في البلد، دي مسرحية إنه دخلوا قواتنا معاكم في الجيش فقط. أكيد الجيش ذاته بيوقع الكلام ده؟ للأسف الشديد، يعني الجيش غايته أنا ما أعرف إيش أسميها. على كل حال، ناس يوقعوا على ترتيبات أمنية بهذا الشكل
العجيب أنا ما أدري كيف أسميها، لكن ده ما شغل ناس بيعرفوا استراتيجية ولا شغل ناس بيعرفوا. وبالمناسبة سابقا الحركات المسلحة التي وقعت كثير منها الأرقام التي ذكروها في أعداد الضباط وغيره ضباط الصف ما استطاعوا أن 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 يوفوا بها ولا أن يأتوا بها، لأنه الجيش عنده شروط واضحة وعنده عنده عنده كراتيريا واضحة من أجل أن يضع من فيها في أي رتبة. فعلى كل حال هذه واحدة بالمناسبة من البطبات الكبيرة الآن ومن المشكاليات الكبيرة الآن في قضية الترتيبات الأمنية. الجيش ينبغي أن 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 لا يعتمد على مجاملات ولا على من أجل أن نوقع اتفاق سلام ومن أجل إقرار سلام أن 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 كده يعني زي ما بقولوا هن تشتت قواعدك في 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 العسكرية وفي الجيش، قواعد راسخة منذ تكوين الجيش السوداني. فأنا أتصور الجيش السوداني حيكون واضح جدا، لأنه الجماعة ديل هسا دخلوا باب السياسة من باب ضيق ما عارفين أطرافها. المجموعة الموجودة الآن في القيادات الموجودة في مجلس السيادة هناك عساكر موجودين شغلهم إنه يحافظوا على 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 لوائح الجيش ويحافظوا على 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 معاييره وعلى وعلى شروطه. فأنا من هنا أقول للجيش ما تجامله أبدا في لوائح الجيش وشروطه. ما يقولوا والله الجيش أبناء دارفور وأبناء جبال النوبة، لا، أبناء جبال النوبة موجودين وبكثرة وبنسبة من أحسن ما يكون في القوات المسلحة، وأبناء دارفور موجودين بل قد يكونوا هم الأغلبية الآن في 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 القوات المسلحة. ما يعني الكلام ده كله كلام كان للاستهلاك السياسي في الخارج. أن يكون هناك ترتيبات أمنية وأن يكون هناك يعني دمج وتسريح للقوات هذا أمر مطلوب ما في شك، لأنه دي حركات كانت بتقاتل وكان عندها جيش، وبتفتكر إنه جيش هذا ما ممكن تقول لهم شي بيتكم طوالي كده بالضرورة ما عليه أوكي ما في مشكلة على ضوء قوانين ولوائح الجيش وليستوعبوا في الجيش. ما في حاجة اسمها والله بعدين حيبقى هو جيش، لا والله انت لما اليوم تدخل فيه الجيش ده ممكن الديبلويمنت حقتك تكون هناك في الشمالية، يودوك الشرق يودوك الشمال يودوك ما في خلاص جيش يعني ما في كلام، يبقى شغل بتاع جيش والشغل بتاع والله ميليشيات داخل الجيش. وتجربة الدعم السريع ينبغي ألا تتكرر ابدا ابدا. الجيش اذا عايز يحفظ السودان ده ويحفظ وحده السودان حقيقه ينبغي ان لا تتكرر تجربه ان تكون هناك قوات خارج القوات المسلحه ذات صبغه معينه بالضبط كده. نعم. ويضطر الناس يعملوا له قانون ويسووا له مش عارف ايش وما يعملوا له دعم سريع فوق الدعم السريع. ما في دعم سريع ثاني. العطاء ايضا استمر في تصريحاته، وكان لديه تصريح ايضا لافت بخصوص مجالس شورى القبائل والكيانات القبليه وان القوات المسلحه لا تعترف بهذه الكيانات. دعنا نشاهد معا. نحن في القوات المسلحه وغالب القوات المسلحه نقول عليهم صادقين لا نعرف كيان أي كان. وأقول لكم أنا والد شيخي تربيت في كريم أهلي من الكرفات والكبير والمطري والنتيجة عليها من الجيش لا أعترف شغل التعليم شغل الشيخية شورى كيان النوبة كيان البيئة هذه دعوات عنصرية فضيدة يجب أن تقرأ. إدارة أهلية مهمتها هي الإصلاح ذات البين بين الناس في المصالحات والأجاويب الجودية أحزاب سياسية للسياسة والحكم. المدير هو زعيم إدارة أهلية والجرمتة والرئيس مجلس شورى كيان ما دائرة الإدارة الأهلية دائرة سياسي يمشي انضم للحزب السياسي ويحكم للحزب السياسي. نعم، إذن لا يعترف بأي كيان. يعني هل معهود أن مثلا يعني مؤسسة مثل القوات المسلحة هي التي تحدد تعترف بأي كيان أو لا تعترف بأي كيان؟ أنا أتصور ده هذا من بناتي أفكاري من كيس وطلعوا في اللقاء ده يعني يعني أنا ما أتصور لا ده موقف الجيش ولا ده إعلان لمجلس السيادة ولا أي حاجة. الناس ديل كده كل زور يمشي محل يصرح بما تجود به قريحته.
يتحمل بعدين والله المجلس السيادة وتتحمل الحكومة أو لا تتحملها، المهم المسألة مشت في العثير ويتقالت ما في حاجة اسمها لا تعترف. لا تعترف بشنو؟ أنت لما تقول لي جعلين أنا ما بعترف بمجلس شوراكم، معناها شنو يعني؟ معناها أنت ما معترف بجعلين كلهم. لما تقول للبيجي أنا ما بعترف ب بمش عارف عمدكم وما بعترف ب، لكن ليس هؤلاء العمد نفسهم وهؤلاء يعني، حتى يكون اذا تكلمنا مثلا عن البيجا ونتكلم عن ناظر هدند وتيريك مثلا كان استقبل في المجلس السيادي واستقبل البران ذاته يعني بالضبط كده. فانت انت 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 مش تشيلك الهاشميه كما يقولون، وانت واقف قدام عساكرك تقول اي كلام وتصرح باي كلام، ها يعني انت ما ممكن تخريمه من هنا وهو يعني قال والله انا ما اعترف باي كيان، وبعدين قال والله الاداره الاهليه تحل مشاكل الناس ومش عارف ايش. الله، ما انت يا تعترف بها يا لا تعترف بها. فهذا كلام، ده كلام ما موزون، وكلام الحقيقه كده في الهوى ساكت. الحكومه دي فوق عينها. بالمناسبه واحده من اشكاليات الانقاذ كان التي تسببت في اشكاليات كبيره جدا لا سيما في دارفور وفي بعض المناطق، هي قضية إضعاف الإدارة الأهلية وقضية يعني تهميش الإدارة الأهلية. الإدارة الأهلية كان عندها دور ودور كبير جدا. الإدارة الأهلية كان ممكن في دارفور دي يجيبوا المجرم من أضانه، لو وصل لين جمينا يجيبوه لأنه عارفين إنه من حوش وينه وبيت وينه، من أتر يعرفوه. فأنت أنت أنت الإدارة الأهلية بدل ما تستفيد منها فيما ينبغي لها أن تقوم به، شفت كيف؟ تقوم تقول والله يعني إحنا أنا ما بعترف بدوما. بالعكس، انت جيب ناس الإدارة الأهلية يقول لهم والله شوفوا ده دوركم تحفظوا السلم والأمن المجتمعي، دوركم تحفظوا وحدة البلد، دوركم تحفظوا التعايش، دوركم تدعو للتعايش السلمي. ولكن بيتكلم يعني نأخذ جانب آخر، يعني هو يتحدث يقول بأن من يتزعم مثل هذه الكيانات القبلية للوصول إلى منصب سياسي كوزارة أو رئاسة أو ما شابه لن يحصل ذلك. أليس هذا كلام يعني يصب في صالح البلد بأن لا تكون القضية قضية محاصصة قبلية ربما تفتت النسيج أو نسيج الدولة؟ ما في شك، كونه أنا أقول يجب أن لا يعتمد السياسي على 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 المكون القبلي من أجل أن ينال حصة سياسية، هذا كلام صحيح. لا، وما في سياسي عاقل أصلا في هذا الزمان يريد أن 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 يصل إلى 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 الحكم، يريد أن يخدم بلده ووطنه، يتعامل مع ما في دائرة انتخابية اسمها والله دائرة آل فلان ولا بتاع ولا غيره. لا، فالسياسي الجيد لا بأس يا أخي، الأقربون أولى بالمعروف، it's okay. الشخص الذي ينحدر من مكان ما ونزل في نفس المكان ده في انتخابات واختاروه الناس ديل، من حقهم عليه أن يخدمهم ويخدم دائرته، هذا كلام مقطوع به، ما في شك يعني. لكن بالقطع هذا صواب، إنه لا لأنه إذا بقت المسألة والله القبائل بأوزانها وأعدادها هي التي تحدد من يمثل الناس في 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 في, في أي مجلس شورى أو أو, أو 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 مجلس شعب ومن لا يمثله، هذا أمر خطير وأمر ممكن برضو يوجد مرارات لا سيما في البطون الصغيرة والقبائل الصغيرة التي يصعب عليها إيصال. لكن لما يكون المرشح ده واحد عنده مرشح من أجل برنامج وليس من أجل قبيلة ولا من أجل موقع ولا من أجل غيره، واحد يرى الناس فيه إنه الشخص المناسب الذي يمكن أن يمثلهم ويمكن أن يرفع نبضهم ويمكن أن يرفع مشاكلهم، هذا هو المطلوب. نحن معه في أن يقول والله لا ينبغي استخدام القبيلة كوحدة للتنافس ولل، معلش القبيلة دي والله شعرت أنه فلان الفلاني ده اللي نزل في الدائرة الفلانية دي يحتاج إلى دعمها، مرحب به وليدعموه لكن ظنوا أنه هو الشخص المناسب لل... دكتور، لكن أليس هذا أيضا في جانب آخر فيه هناك تناقض؟ يعني هو بيقول لك أنا لا بعترف ببيجا ولا بجعليين ولا بشايقية، وبالمقابل يعني حينما وقع اتفاق السلام في في في, في جوبا يعني في قدر منه كان يتم التعامل مع مكونات مسلحة تعبر عن حتى أحيانا مش قبائل يعني أجزاء من قبائل معينة، وكان يتم مراعاة هذه الأوزان القبلية. هو دي معضلة السودان ومعضلة البلد للأسف الشديد. يعني ما في
كونسيستنسي زي ما بيقولوا، ما في استمرار في نهج معين، في خلينا نقول مشروع وطني معين، نقول والله يا جماعة نحن قضيتنا ليست القبيلة وليست المكان وليست الإقليم. الآن الحلو اللي أصر على علمانية الدولة وفصل الدين عن الدولة ومش عارف إيش، من يمثل الحلو في 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 جبال النوبة؟ يمثل جزء قليل جدا في الجبال الشرقية في كاودة وما حولها، وباقي النوبة الحمد لله رب العالمين، يعني ناس اليوم إذا قيل لهم دافعوا عن هويتكم ودينكم والله لفعلوا. شفت كيف؟ ف يعني صحيح في الجانب ده، ده تناقض كبير وده إشكال حقيقي، لأنه لما يجد الناس في لما يجد ملف السلام ينسوا القضايا الكلية الأخرى في البلد اللي انت بعدين حترجع عليها. يعني ما بعدين الناس حيقول لك والله لا نحن نتعامل زي ما انت عاملت الناس في الملف ده. فهذه إشكالية النارو مايندد، هذه إشكالية الناس اللي بيفكروا كده على القضية اللي قدامه، اللي يفكروا تحت كرعينه زي ما يقولوا أهلنا. انت لماذا لا تنظر إلى سودان المستقبل الذي حتى يصبح التعامل نهج واحد؟ يعني بالضبط، حتى يصبح التعامل نهج واحد، وحتى ما تطمع، يعني ما يطمع الأقليات ولا القبائل ولا غيره ولا كده في إن والله معليش يا أخي الحصة دي إذا ما جات بصندوق الاقتراع تجي بحاجة تانية، بالبندقية، بالإشكال، بالاعتصام، بقفل الشارع، مش عارف إيش الموضة الجديدة اللي الحاصلة دي يعني الآن. فأنا أتصور ينبغي للمتعاطين الآن للحكم في هذا البلد ألا يعني يوجدوا معايير جديدة ولا يوجد قضايا جديدة يصعب بعد ذلك على الشعب السوداني ده تغييره. نعم، العطاء واصل في نفس الاتجاه ده ويتكلم برضو أنه أسوأ ما في هذه المرحلة الحالية، مرحلة انتقالية، هو المناداة بالجهوية. خلينا نشاهد ما الذي قاله. بعد التغيير المياه الراكدة كثيرة والأحجار التي تغرى على هذه المياه أسمى، يجب أن تعالج، يجب أن تفلتر حتى تكون مياه السودان وأرضه نقية صافية. أسوأ ما في هذه المرحلة من ينادي بالجهوية والعنصرية لمكسب سياسي عشان يبقى وزير أو والي، ولن يبقى. صدقوني لن يكون لا واليا لا وزيرا كل من ينادي بشيء من العنصرية والقبلية. سياسة الانتخابات وفرض. نعم، وواصل العطاء أيضا في تصريحاته ليتحدث بأنه ليس هو ولا البرهان من السياسيين. نشاهد معنا. نحن في المؤسسة العسكرية إخوة الكرام لسنا سياسيين، لا أنا لا أخوكم برهان، لا أخوكم كمباشي، لا أخوكم أبو الانجاز، لا أخوكم حميدي، ولا وزير الدفاع. نحن نحب هذه العسكرية، وكل حاجات نيل في جيب الشمال وطبعنا في جيب الشمال. لا 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 نحن يا سارة منتدبين من قبلكم، منتدبين من قبلكم من قبل هذا الجيش العريق، هذا الجيش الشامخ، هذا الجيش الذي يمثل صمام أمان السودان. نحن منتدبين من قبلكم للمشهد السياسي الحاصل حتى نتعاطى معه وفق ما تمليه أو ما نناقشه مع إخواننا غالب القوات المسلحة لما فيه خير البلاد والعبور بها إلى بر الأمان.
إذن منتدمين للقيادة السياسية لكنهم ليسوا سياسيين، ولكنه يتعهد بأن لا يمنح منصب وزيرا أو واليا لأي من ينادي بالجهوية. كيف نفهم يعني هذا الميزان الذي يتحدث به العطاء؟ وقاعد يسوي فيه ما سياسه يعني له شو رأسه البندقية وقاعد يكاتل ولا قام سياسي؟ قال سياسي، عضو مجلس سيادة وكان رئيس لجنة تفكيك التمكين وكان يعني ما هم يعني لا سبب شديد. أنا سمعت الحقيقة التصريحات دي كلها في الحقيقة حقت ياسر العطا دي في الشمالية يعني ما صحيح. أنت يعني ما تظن أنك والله القاعة اللي أنت قاعد تتكلم فيها مع عساكرك ديل الموضوع ده ما حيطلع للناس وما حيطلع في الميديا أنت ما منعت زول ما يصور ولا منعت؟ بالعكس يا أخي، واضح أنه كان جنبك كاميرات وناس بيصوروا بموبايلاتهم وغيره يا أخوي. يقول كلام منطقي وكلام معروف يعني. أنت الآن شريك مهم وشريك تتحمل مسؤولية كاملة كما يتحملها حمدوك وكما يتحمل الوزراء في 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 التردي الحاصل في هذا البلد. ما في شك في هذا الكلام أبدا. شفت كيف؟ لذلك إحنا قاعدين كم مرة نحن أرسلنا لهؤلاء العساكر هذه الرسائل؟ إذا أردتم بالفعل أن تمثلوا السودان وتمثلوا القوات المسلحة الشامخة اللي أنت قاعد تتكلم عنها دي ونحن نشهد بذلك، عليكم في 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 موضوع السياسة ده والبحر الخطول ما عندكم أدواته ده يا أن تكونوا مفتحين عيونكم زي الناس وتشتغلوا شغل زي الناس أو يا أخي أدركوا لأنه الجماعة ديل أنتوا الجماعة ديل هم سايقينكم وبالمشكلة وبس. أنتوا كعساكر أنتوا أحيانا قاعدين المبادرة تمسكوها بالنضانة. لا لكن كيف سايقينهم؟ هو بيقول يعني هو بيتحدث عن منح منصب الوزير والوالي وكأنه في يده يعني نفسه سايقه يعني. هو هو هو, هو طبعا المدنيين والناس في السودان اكتشفوا أنه والله العساكر حتى الآن المجلس العسكري والمجلس السيادي العسكري وسمي ما شئت يعني هم مؤثرين جدا جدا بالقطع طبعا. صحيح الأحزاب اللي قاعد تشترع على 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 موضوع المناصب والمحاصصات والكلام ده العساكر بالقطع انا متأكد جدا عندهم دور هم الآخرين في 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 قضية الاختيار وفي قضية جمع المعلومة حول من 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 يختار. بالمشكلة وبس يا اخوي يا باشمهندس، الناس ديل البرهان ده سوى كم مبادرة لا علاقة للشعب السوداني بها ولم يفوضه أحد. بل مشكلة وبس، يضطر أن يأتي من أجل أن يلتقي بقيادات الجيش لينورهم ليشرح لهم أنت ما أنت 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 جيشكم ما قاعدين ترجعوا له قبل ما تمشوا لأي مبادرة تجوا تضطروا تعملوا له تنوير لأنكم عارفين إنهم سودانيين أحرار ناس مسلمين وسيقفوا ضدها ضد ما تقوم به من مشاريع سيئة في الحقيقة تهدد دين البلد وعقيدة البلد وهوية البلد. نعم يعني هل يقول الفريق ياسر العطا الحقيقة حينما يتحدث عن أن الطريق إلى المناصب يكون عبر الانتخابات؟ أنا أتصور هذا هو أصل الموضوع يعني. الطريق إلى أي منصب ينبغي أن يكون بالذات المناصب العامة والقضايا دي طالما الناس تكلموا عن التغيير وعن الثورة وعن الاختيار وعن اختيار الشعب لمن يمثلهم ينبغي أن يكون من خلال صناديق الاقتراع. لكن هل العسكر الآن يقودون البلد في هذا الاتجاه برأيكم؟ أنا لا أرى ذلك، أنا شخصيا لا أرى ذلك. بل مشكلة وبس، أنا شخصيا أرى ناس العطا ومين الجماعة دي كلهم ذاتهم مرحلة وحيمشوا. ده تاريخ السودان وده تاريخ المنطقة كلها في الحقيقة. شفت كيف؟ أنا لا أتوقع البتة أن يستمر هذا الوضع طويلا أبدا أبدا، لا يمكن، لأنه هؤلاء الناس فشلوا تماما. عساكر ومدنيين فشلوا تماما، فشلوا يعني بالله عليك الآن أنا أسأل حمدوك عن السيولة الأمنية وعن الوضع المتردي في 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 دارفور والقتال الحاصل بين القبائل، أسأل العساكر، أسأل العساكر قطعا نسأل العساكر وينهم وين دورهم؟ أنت عندك حاميات كاملة موجودة في المناطق دي، لماذا لا تتدخل إيجابيا للفصل بين هذه باعتبار أن البعد الأمني هو أهم يعني نقطة للمكون العسكري والتي الآن تشهد فشلا ذريعا. اتكلم برضو العطا في هذا السياق موضوع أن الكاكي بالنسبة له أفضل من عضوية المجلس السيادي وأنه هو يعني أكبر إنجاز الفترة الفاتت هو تحقيق السلام. خلينا نشوف برضو قالوا شو في الحتة دي. هذا الكاكي صف النظر على الرتبة الجيرو
جندي وكيل عريف لواء شايف أفضلي مليون مرة من عضو مجلس سيادة وأتشرف بهذا الكافي ونتمنى ونرحم الله اليوم الذي أن يغرب اليوم الذي يعيدنا إلى مؤسسنا العسكرية وإلى وحداتنا داخل حوش أي من الجهات العسكرية. لكن طبيعة المرحلة تحتم الجلوس مع الإخوان السياسيين في الحراك الثوري في وقوع إعلان الحرية والتغيير لنتفق حتى لا يضيع السودان. اتفقنا في الوثيقة الدستورية على 16 من المهام. الحمد لله حققنا فيها إنجازات وأكبر إنجاز هو السلام. إخوتنا في حركات المسلحة في دارفور، إخوتنا في الحركة الشعبية جناح جبال عكبار، إخوتنا في شرق السودان الذين كانوا يحملون السلاح وخرجوا مرة أخرى مغبونين وزعلانين، توصلنا معهم لحلول. نحن في المؤسسة العسكرية نقولها بالفم المليان، لن نغادر سوداني، لن نغادر سوداني إطلاقا. تفضل جاران الحلو الأستاذ عبد الواحد النور وجاري معهم المباحثات وسناتي بهم إلى الخطوط وبالقوات ولن يستطيع أي كان تقويم النظام في الخرطوم أو في أي ولاية، لن يستطيع، لكن سيأتي من أجل السلام. نعم، إذا أكبر إنجاز هو السلام. الحلو وعبد الواحد نور سيأتون إلى الخرطوم ولن تكون لن يكون هناك قتال مع أي سوداني. هل برأيكم فعلا هذا هو الإنجاز الذي يمكن حسابه للمرحلة الانتقالية؟ جزئيا صحيح، خلينا أقول جزئيا صحيح، مع أنه اتفاق سلام منقوص. لا أحد في السودان ضد السلام، ولا أحد يعني يتكلم سلبا على 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 ضرورة الوصول إلى اتفاق سلام عادل مشرف للبلد ومشرف للناس ودائم ودائم. اتفاق السلام، اتفاق سلام جوبا زي ما قلنا سابقا مليء بالمناسبة بالألغام التي يمكن أن تنفجر في أي وقت. هذا واحد. الشيء الآخر هو سلام منقوص بدليل أن اتفاق المبادئ مع الحلو قال سيجوب ما قبله، وما قبله ده شنوه؟ ما قبله ما اتفاق جوبا ده. فما هو موقف الحركات المسلحة؟ ما هو موقف الجيش ذاته؟ بعدين في الكلام ده القاعد يقول فيه الحلو ده، وهل عبد الواحد محمد نور ايضا حيجي برضه نفس الكلام ويقول والله يجوب ما قبله؟ وما معروف عبد الواحد يجي بشنو ذاته. على كل حال السلام مطلب، ومطلب مهم جدا، لانه بدونه ما بتتحقق لا تنميه لا غيره لا يعني رفاه للناس ولا شيء، لن يتحقق حتى وطن. لذلك كل الناس مع السلام ما في شك، لكن ينبغي أن يكون سلاما مشرفا وسلام. حتى أخواننا في الحركات بالمناسبة لا ينبغي لهم أن يقبلوا أصلا بما يعلموا تماما أنه لا يمكن تنفيذه، وحتى لو نفذ في بداياته لا يمكن أن يستمر. ففي حاجات كثيرة جدا جدا اللي قالوا فيها 10 سنوات ومش عارف 12 سنة و11 سنة بل و20 سنة، هذا لا يمكن، لا يمكن البتة. فينبغي أن يكون الاتفاق اتفاقا معقولا ليمكن تنفيذه، لأنه أنت ما ممكن تتكلم تقول والله يعني طلاب دارفور، مين قال طلاب دارفور بالمناسبة ما قاعدين يكون عندهم قبول في الجامعات السودانية؟ هم نوزاتوا في جامعة الخرطوم وجامعة الدرمان أكثر من أبناء دارفور، من نسبة يعني من الذين يأتون من الولايات،
هذا امر معروف هذا امر معروف، ونحن والله نشد من 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 اجر ابنائنا في دارفور، ناس ما شاء الله عليهم مجتهدين، وبالاضافه الى الجامعات الموجوده في دارفور. لكن دكتور انت تقول هذا انجاز جزئي، لكن اذا كان اتفاق سلام لا ينهي الاقتتال الموجود، واحنا يعني احداث مؤسفه تشهدها الجنينه الى يوم يعني الى يوم امس ربما الى الان، يعني احداث مؤسفه تشهدها الجنينه وعموم يعني ولايات دارفور. طبعا يعني طبعا هذا 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 واحد من الاشياء التي في الحقيقه تعيد الفهم لقضيه دارفور. قضيه دارفور عمرها لم تكن في نظري لم تكن قضيه هامش ومركز اصلا، ما في هامش ومركز، السودان ده مركز، كل باقي السودان هامش، شماليه في الشرق في الوسط كله هامش بالمناسبه، شوف كيف، والناس كلها تعرف الكلام ده، لا سيما اخواننا ابناء الغرب وابناء دارفور والمشو الشماليه، وشافوا بعينهم الشمالية، والله شكروا الله سبحانه وتعالى على النعم التي عندهم في دارفور، شوفت كيف؟ واتضح تماما إنه مشاكل دارفور هي مشاكل مكونات ومشاكل قبلية ومشاكل إثنية للأسف الشديد وكده، يعني أبعاد كثيرة جدا 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 في دارفور. يمكن الحكومات المتعاقبة فشلت في إنها تعالج هذا الأمر بشكل مناسب وشكل جيد، لا سيما قضية السلاح المنتشر وقضية تقنين حمل السلاح وقضية يعني لا يشتجر اثنان في قبيلة حتى يتحول الأمر إلى قتال بين القبيلة بكاملها. فأنا أتصور هو 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 مؤسف جدا ما في شك، وده يجعل فعلا السلام منقوص، ما نحن قلنا جزئيا يجعل السلام منقوص. هو طبعا الان ما هو حركه من الحركات المسلحه، مع ان بالقطع جزءا من 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 مجموعاتهم اشتركوا بحكم القبيله بحكم المنطقه بحكم البطن اي حاجه يعني، شوف كيف، ده لا ينكره احد طالما السلاح ده معلق في الكتف، وناس متضررين حيتدخل للاسف الشديد يعني، مع وجود عدم توعيه مع وجود اشياء كثيره جدا يعني للأسف الشديد. فأنا أتصور أنه سلام منقوص من هذه الناحية، وده بالمناسبة يتحمل الجيش بالكامل زي ما قلنا، الجيش يتحمل قضية السيول الأمنية الموجودة الآن في دارفور والاقتتال الواضح. أنت يا أخي نازل، أنت ما عارف الذخيرة بيجيبوها من وين، ما عارف السلاح بيجيبوه من وين، لماذا لا تجفف هذا الأمر؟ هذا أول جهد ينبغي للقوات المسلحة أن تقوم به، وإذا لم تستطع أنت فرض هيبة الدولة في وضعك هذا تسيل فيه الدماء، متى ستفعل ذلك؟ نعم، خاصة أن الأحداث الأخيرة ربما شهدت حتى استخدام أسلحة ثقيلة في هذه المواجهات القبلية. العطاء يتكلم برضو عن يعني مشاركة الجيش في الثورة وانحيازه للشعب، وأنه حمى البلد من الذهاب إلى مستنقع سوريا والعراق. خلينا نشوف القارة شنو. الثورة اللي كانت فيها كل الشعب السوداني، أي حلة، أي فريق، أي بيت، أي زول، أي جزء في السودان ده هو مرك من أجل التغيير. لابد أن القوات المسلحة تنحاز لخيار الشعب. نحن والله لا مع الحزب ده ولا مع عدد الأخلاق. نحن مع خيار الشعب السوداني. في أكتوبر الشعب طلع الجيش الحاز له في أبريل وفي أبريل الآن، هذا واجب القوات المسلحة حماية مصالح الشعب والعمل على تلبية خيارات الشعب السوداني. اتفقنا مع الإخوة في هو إعلان الحرية والتغيير على 16 هدف واجبة التنفيذ خلال الفترة الانتقالية. دخلنا مع في شراكة عسكرية مدنية سياسية من أجل الضمان ومراقبة أن الوقف ماشي للأمام حتى يحدث هذه المرحلة الحرجة، حتى لا ينفرد الأرض والبلد ويحدث ما حدث لنا للإخوة في اليمن في سوريا في العراق في ليبيا في الصومال، ويحدث الآن في أفريقيا الوسطى، وسيحدث في بلدان كثيرة لا داعي لذكرها. إخواننا المصريين تجاوزوا تداعيات الثورة حقتهم لأنهم جيش مهني مستقيم. تونس أيضا تجاوزت لأنه جيش مهني مستقيم غربي
اليمن لأنه جيش عشائري. الجيش اليمني كان جيش عشائري. عشان كده انحارت كل زوجين على قبيلته. كل زوج شاف المريض وشاف يدفعه وشاف ناس رجال على القبيلة حقه. العراق أيضا الجيش انهار لأنه كان جيش عقائدي. سوريا انهارت لأنه جيش عقائدي وغبري. تونس جيش صغير لكن قدر يسيطر على تونس. الجزائر جيش قوي قدر يسيطر لأنه جيوش قومية مستغلة. أيضا الجيش السوداني لأنه جيش عريق قومي مهني مستغل قدر يسيطر على مغاليظ الأرض من الانفلات. إذن يمتدح الجيوش القوية في مختلف الدول العربية، ما هو تعليقكم على الأمثلة التي ذكرها وهل هي تنطبق أو تشي بشيء لمستقبل السودان؟ أنا ما عارف، عشان كده قاعد أقول العساكر ديل بالذات الواحد لما يمشي يلقى نفسه قدام عساكر ديل قاعد أقول أي كلام، يقول أي كلام بالمناسبة. ومنو قال له الجيش المصري جيش مهني ومش عارف إيش و... ها؟ جيش مهني وتعامل مع الثورة مش عارف، جيش مهني هرس الناس، جيش مهني قتل الناس في رابعة وفي 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 التحرير، جيش مهني حرق الجثث. فيديوهات ما موجودة إلى اليوم. إلى اليوم فيديوهات موجودة. يا العطا أنت 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 داير الشعب السوداني ده يفهم شنو يعني؟ لذلك أنا قاعد أقول هو قطعا لا يقصد، هو قطعا يعني يمكن لا في ذهنه كيف لا يقصد يعني ده. هناك من يرى بأن العطا ربما يكون قاصدا لمثل هذا الكلام، يقول لك يعني للأسف يعني ما قلت لك أي وقت كان في فض اعتصام رابعة في مصر، والآن نتحدث عن فض اعتصام القيادة في الخرطوم. يعني إذا يعني هل هذه المهنية التي يراها العطا؟ وهذا الذي لا أرجو أن لا يكون هذا هو فهمه للمهنية وللكلام الذي يقوله، لأنه هذا كلام ده كلام يدينه، وده كلام يعني لا يمكن لك أن 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 أن, أن يعني تمدح جيش كل الدنيا تعرف دوره الذي قام به تجاه شعبه وتجاه الناس اللي خرجوا والانقلاب الذي حدث لأول رئيس مدني منتخب بطريقة شرعية وطريقة واضحة وطريقة شفافة. نعم. شهد بها العالم. نعم. لكن ده دكتور يعني هل بيرسم ملامح المرحلة المقبلة لأي معارض؟ والله أنا 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 لذلك دار أقول الجيش السوداني لا يمكن أبدا أن يسمح باستمرار الوضع بهذه الطريقة. نحن لا نزال نقول الجيش السوداني هو الكتلة الصلبة في البلد، وهو صمام الأمان، وهو الجهة التي ينبغي أن تتدخل في الوقت المناسب لحسم هذه الفوضى التي تعيشها بلادنا، والتي نخشى والله ما نخشاه أن تتحول بلادنا ويتحول السودان إلى دولة فاشلة للأسف الشديد بسبب هذه السيولة الأمنية، مشكلات الاقتصادية، مشكلات المعاش، المشاكل الضخمة في الخدمات، والتي لا يوجد بارقة أمل حتى في إصلاحها للأسف الشديد. نحن نخشى إذا لم يتدخل الجيش في الوقت المناسب، مش الهرطقة والكلام اللي قاعد يقولوه ده الآن بعض القيادات، الكلام اللي يرسل رسائل سلبية كثيرة جدا جدا للشعب السوداني. ما في كلام، لابد للجيش من أن يتحمل مسؤوليته الكاملة. شفت كيف الوضع القائم ده الآن؟ ده ما وضع أبدا يمكن أن يمره الجيش. الجيش ما أمر أوضاع أفضل من كده بكثير جدا جدا. نعم. جدا بيقول أنه يعني دخلوا في شراكة مع قول الحرية والتغيير لضمان خيار الشعب. يعني كيف نقرأ هذه التصريحات؟ ويتحدث كثير عن استجابة للشعب، ونحن نرى القيادة أصبحت تغلق بعد فض اعتصام القيادة، يعني لا يتحدث عن أي مظاهرة أمام القيادة إلا ويتم إغلاقها بالكتل الإسفنتية. ليس هذا فحسب، هو يعرف تماما إنه قوى الحرية والتغيير لم يختارها الشعب السوداني. أنا أتحدى أي فرد من الشعب السوداني قد 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 ساهم في اختيار أي واحد من الحكم سابقا والحاكمين اليوم، أتحداه ويقول أنا اخترت ده، أو حتى كانوا يعرفونهم أصالة. هؤلاء لم يكونوا حتى معروفين، ديل يا أخوي ناشطين كثير عليهم. شفت كيف؟ فلذلك أخي
ما في حاجة اسمها والله نحن حصل اتفاق مع قوى الحرية والتغيير على ديل سرقوا الثورة وانت ساعدتهم للأسف الشديد يا عساكر ساعدتهم على سرقة جهد الشباب ودمهم ودماءهم وأرواحهم ساعدتهم في سرقتها والوضع الذي وصلنا إلى وصل إليه السودان الآن بتخاذل الجيش. الجيش لو أصر على قضاياه وأصر على 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 خيار الشعب الحقيقي كانوا يعرفوا تماما ما هو خيار الشعب لو أصروا عليه ما كان الأمور وصلت إلى ما وصلت إليه. وإذا كان أصروا على طرحهم في البيان الأول أن الفترة الانتقالية سنتين فقط كنا الآن ربما نشهد انتخابات في البلد يتكلم أنهم دايرين يؤسسوا نظام إداري قوي. دعنا نشاهد بعد ما الذي قالوا في هذا الصدد. نحن دايرين نؤسس للنظام إداري قوي في السودان هي قوانين قوية تردع كل من يميل اليمين أو الشمال ويزعب ويزدان إمكانيات الشعب السوداني. نحن دارين إمكانيات الشعب السوداني كلها تمشي في مشاريع بنا تحتية حتى نحن تعبنا ليه أولادنا ما يلعبوا زي الأخوان. قطعنا أشوال عديدة إخوتكم في مجلس الوزراء يعملون بالحق طوال ليل نهار من أجل تنفيذ هذه المطالب. نعم في عراضيل ومعوضات كثيرة جدا لكن كل يوم أخوانا كل شهر يمضي أفضل من الشهر اللي قبله وكل يوم يمضي أسبوع أفضل من الأسبوع الفات وأي يوم يمضي أفضل من يوم أمس. الوزراء يعملون ليل نهار وكل شهر يمضي أفضل من الذي قبله. ما تعليقك؟ كذب طوالي كده بدون مجاملة وبدون أي يعني بشفافية واضحة وصراحة كبيرة جدا هذا كذب. العطى نفسه يعرف أن كل يوم يمضي هو أسوأ من أخيه وكل شهر يمضي هو أسوأ من أخيه. السودان الآن 600 مرة أسوأ مما تركه البشير. 600 مرة 600 ضعف مش ضعف ولا ضعفين 600 ضعف في كل شيء. الأسعار، أوضاع الناس، المعاش، الأمن، الاستقرار، الاقتصاد، الاجتماع، السياسة، كل شيء كل شيء يا أخوي كل الملفات. هؤلاء الناس فشلوا فشلا ذريعا في كل شيء. ده كلام ده كلام خطير جدا. لذلك أنا قاعد أقول يعني أنت الفريق العطا ولا يعني لا يمكنك يا أخي أنت بتتكلم مع عساكر وعساكر ذاتهم يا أخي مواطنين سودانيين يا أخي وأولادهم قاعدين يمشيوا في صفوف الخبز وفي صف الغاز وما يلقوه والكهرباء بتقطع عندهم 12 ساعة أنت بتفتكر أنت بتغش منو؟ أنت ما بتغش زول. أنت فقط بترسم عن نفسك صورة للأسف الشديد متناقضة وسيئة. لماذا لا تقول الصواب والحق؟ ما أنت ذاتك قبل كده اتكلمت كلام من أسوأ ما يكون على لجنة التمكين وعلى الحكومة نفسها وعلى فشلها. ليه يا ناس ليه تغالطوا أنفسكم؟ ليه ما تخلوا الشعب السوداني ده وتعينوه بالفعل على أن على أن تنفذوا خياراته الحقيقية؟ لماذا لا تنفذوا خيارات الشعب الحقيقية زي أنت بتقول؟ لماذا تقول للناس إنه والله الأمر لا العسكري ده اللي هو بعدين حيقيف مع الشعب واللي هو بعدين حيضحي من أجل الشعب ده قول له يا أخي قول له خيارات الشعب لم تنفذ قول له خيارات الشعب للأسف الشديد أصبحت أحلام وردية لا يمكن تنفيذها قول له كده قول له حياة الناس تحتاج إلى جهد ضخم عشان تصلح لأنه الناس ديل ناس فشلة. هل الكلام اللي يعني العسكري اللي قدامك ده هل ياسر العطا يعني لا يعرف أو هو بعيد عن ما يحدث في الشارع؟ لذلك أنا أقول كذب ويعرف تماما. لماذا قدم استقالته من 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 لجنة إدارة التمكين؟ ما قال كلام واضح شفت كيف؟ وهو ما قاعد يحضر اجتماعات السيادي ما قاعد يسمع من الناس. العطا يعرف انه الكلام اللي قاعد يقول فيه ده كلام حق الجيش ده كلام للعساكر ديل وللجماعه قاعد يكركوا ديل شفت كيف؟ ده كلام يعني والله الواحد ما يعرف يقول شنو يا باشمهندس. يعني أنت رجل عضو مجلس سيادي الناس يتوقعوا منك في مثل هذه اللقاءات شفافية كاملة يتوقعوا منك أن تقول للناس والله في مشاكل والكهرباء حتقطع لسه 12 ساعة والأمر يحتاج منكم إلى صبر والناس ديل بالمناسبة ناس جدد على الحكم واصبروا لماذا لا تكون صريح واضح يا أخي على أقل تقدير. لكن لما يعني تستحمر الشعب السوداني وتفتكر إنه الشعب السوداني ده شعب
يعني معلش ذاكرته زي يقولوا ذاكرة سمكية كده ينسى في ثواني، والناس يقول لك كلام تاني وكلام مختلف هذا كلام ما هو صحيح. نعم. دير صنصورة سيئة جدا جدا عن العساكر. العساكر ديل بالمناسبة ديل ما العطاء ولا البرهان ولا هؤلاء المجغمسين كلهم. العساكر ديل عساكر مهنيين وموجودين، والمؤسسة العسكرية مؤسسة عريقة بالفعل ومؤسسة حقيقية، ودي الكتلة الصلبة في البلد وحتغير. نعم. العطاء ربما استمع فعليا إلى يعني صوت الشارع بشكل مباشر، وهو يحاول أن يخاطب بعض الجماهير في افتتاحية قناة نهر النيل، ويعني لم يستطع أن يكمل ربما حديثه لأكثر من 3 دقائق، واضطر أن يغادر المنصة تحت هتافات الناس. دعنا نشاهد هذا الجزء. يوم سآتي وسأخاطبكم وستعتذرون لي بكل صراحة، لكم التحية، لكم السلام، لكم الاحترام، حياكم الله. نعم، إذن العطاء هنا لم يستطع أن يكمل خطابه، واضطر أن يخاطب المعتصمين بأنه سيأتي اليوم الذي سيخاطبهم فيه وسيعتذرون له، وهتفت له الجماهير أطلع برا. لا عسكري يتكلم حتى مع الجماهير بعسكرية. أنا حاجيكم حتعتذروا لي. أعتذر لك ليه؟ أنت سويت للشعب السوداني ده شنو عشان يعتذر لك؟ يعني هل يشيل الأمر هذا بديكتاتورية قادمة؟ هل أولوية نهر النيل الآن يفتحوا لهم قناة؟ هل أولوية نهر النيل يجيهم العطاء عشان يفتتح قناة وعشان يسوي، والناس ما رأوك في 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 قضية من قضايا حل معاشهم وإشكالياتهم؟ الناس داخلين على شهر فضيل وشهر كريم. والله أنا وأحد الإخوة أرسل في أحد الجروبات في 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 في, في الواتساب، زار معرض الخرطوم الدولي اللي بدأ في 6 أبريل وبينتهي في 19 أبريل، معرض صنع في السودان. والله جايب قائما يعني شيء غريب، أسعار خرافية في أنا لا أدري والله أصحاب الدخل المحدود ماذا يفعلون في السودان. الراتب 10,000 والراتب 15,000، هؤلاء يعني كيف يكملون شهرهم؟ ده السؤال بالذات خلينا نتوجه به إلى ياسر عبيد الله من الخرطوم المحلل السياسي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذ ياسر. السلام وأنتم بخير أستاذ ياسر. يعني الشهر الفضيل يدخل على المواطن السوداني في ظل أزمات طاحنة، وضيفي هنا في الاستوديو يسأل يعني يقول كيف للمواطن السوداني أن يكمل هذا الشهر في ظل هذا الواقع المأزوم؟ أسألك الآن ليس كمحلل سياسي وإنما كمواطن يعيش في ظل هذه الأزمات، كيف ترون دخول شهر رمضان في ظل هذه الأزمات؟ أتحب بسم الله الرحمن الرحيم، وكل عام وأنتم بخير ورمضان كريم بإذن الله تعالى. والله يا أخي يعني حقيقة الشعب السوداني يعاني أيما معاناة، وحقيقة كانت يعني هنالك بعض من الثقافات الموجودة عند المجتمع السوداني والتي يقودها الحكام، ولكن هذه المرة لم توجد، اللي هي مسألة التكافل والتعاضد والحث على الإنفاق في رمضان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجل ما يكون في رمضان فإنه أجود من الريح المرسلة. وكانت الحكومات تقوم بكرحة الصائم، تخفيف بعض الأعباء عبر النقابات وعبر المؤسسات المجتمع البدني، ولذلك هذا كله يدل على شيء مما يدل على مسألة الأيديولوجيا الحكومة، زي يمكن تهتم بمسألة الصيام عبادة كريمة وعبادة ركن من أركان الدين، ولذلك لا بد من حث الناس على فعل الخير فيه. ولكن هؤلاء العلمانيون لا يعبؤون كثيرا بمثل هذه المسائل الفضيلة، العطاء والتخفيف عن الناس وكذا، وأحجموا عنها. وحتى شهر رمضان حتى الساعة 9 مساء لم يوجد له يعني حس في الإعلام ولا كذا. هؤلاء لا يعبؤون بمثل هذه المسائل الروحية القيمة، وبالتالي قتلوا في الشعب السوداني قتل كبير. يعني رغم الظروف الصعبة دي الحكومة لم يكن لها دور، ولا المؤسسات ولا النقابات ولا كده، ولذلك هيكون من أصعب الرمضانات على الناس. لكن الشعب السوداني إن شاء الله
يعني كفيل بأنه يتجاوز هذه المرحلة. واليوم ذهبت إلى المسجد لصلاة التراويح ووجدت المساجد قد امتلأت، مما يطمن أن الشعب بخير يعني. لكن هذه الحكومة العلمانية لا 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 تنتظرون منها يعني مساعدة في فعل الخيرات، هي بعيدة عن كل هذا الفهم وهي بعيدة عن كل هذه القيم، ولذلك لا تحس عليها ولا تفعلها. ولعلهم يريدون أن يقولوا للناس أن لا تصوموا فإن رمضان صعب عليهم. نعم، لكن أستاذ ياسر، الأستاذ ياسر فريق ياسر العطا يتحدث بيقول يعني هو يعني بيحمد للحكومة أن كل يوم يمر يكون أفضل من سابقه، وأن الوزراء يعملون ليل نهار يعني لتنفيذ طلبات الشعب. يا أخي هذا إلا أن يكون في خلقه وفي أحلامه، ولكن الذي نعيشه الآن وظروف سيئة جدا، الأسعار في السماء، وهل تصدق اليوم كيلو اللحمة بلغ 2 مليون جنيه سوداني، وهل تصدق أن يعني كيلو السكر بلغ 400 جنيه، هذه لا يستطيع أن يقوى عليها موظف يعني يتعاطى 10 مليون أو 8000 جنيه، والحياة أصبحت صعبة شديدة جدا. ولذلك أنا أفتكر أنه يعني المجتمع هو اللي يشيل نفسه، يتجاوز هذه الحكومة التي لا تعبأ بمثل هذه القيم. ولذلك أنا أطالب كل الخيرين وكل الناس الطيبين في السودان، في الشعب السوداني، أن يقوم بهذا الواجب. ولكن هذا كلام الاستهلاك السياسي. ياسر العطا نفسه قبل أمس كان في افتتاح قناة قضائية في ولاية من الولايات، هي تئن وترزح تحت الفقر يعني، بمثلة ترفيهية. ولعله حدث ما حدث بينه وبين المواطنين. نعم. احتجوا عليه. وقد استعرضنا قبل قليل هذا الفيديو وتم طرده من المنصة. نعم. أيوة. فلذلك هؤلاء يتحدثون في واد والشعب السوداني في واد آخر. لكن نحن يعني نثق في الله عز وجل أنه نتجاوز هذا الشهر بالرغم من هذه المرارات الصعبة وهذه الظروف الصعبة، أن نتجاوز هذه العبادة بإذن الله تكون لنا بركة وخيرا في التغيير القادم بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نغير ما بأنفسنا حتى يغير ما بنا إن شاء الله. لكن لسنا هذه الحكومة في أمر دين لا ينتظرها أحد، لعل الناس كلهم غدا اكتشف لهم الأمر يعني. مثلا أزمة اقتصادية جاءت عليها، أزمة اقتصادية زائدة ثم أزمة دينية أيضا في دين الناس وفي سلوك الناس التعبدي وكذا. فلا لا لا مرجو منها، هي لم تقدم شيء. مثلا حتى الآن الحكومة لم تطرق مثلاً البذل والعطاء والإنفاق وكذا. نعم. لا. حتى شكرا لك أستاذ ياسر. غير مهتم. نعم. أستاذ ياسر عبد الله الباحث في الشؤون السياسية، شكرا لك على هذه المداخلة. أحببنا أن ندخل يعني أو نشارك معنا أستاذ ياسر عبد الله كشخص يعني يستقبل هذا الشهر كمواطن أكثر منه محللا سياسيا، وأنت تسمع حجم المرارة التي يتحدث بها، ويلفت النظر إلى نقطة مهمة بأن الدولة ربما حتى لم تحفز على بعض الأشياء التي كانت موجودة في سنين سابقة ليستقبل بها المواطن الشهر وتعينه على استقبال هذا الشهر. كيف تتعامل الحكومة مع شهر رمضان برأيكم؟ للأسف الشديد طبعا ما في أي اهتمام واضح. هؤلاء الناس حتى القطاع الثالث الذي كان يعني يحاول جهده أن يصل إلى الأسر المتعففة والأسر الفقيرة، أقصد بذلك القطاع الخيري في البلد، جاروا عليه وهجموا عليه وصادروه وتعاملوا معه بشكل سيء جدا جدا جدا، بحجة الكوزنة وحجة العلاقة مع النظام السابق وحجة يا أخي أنت أي قطاع من القطاعات، بالذات القطاع الثالث. القطاع الثالث في أمريكا ما جاءت حكومة من الحكومات ديمقراطية ولا جمهورية إلا وأعطت القطاع الثالث موقع خاص، لأنه يحمل عن الدولة عبء كبير جدا جدا في العمل الاجتماعي، الدولة لا تستطيعه. بل مش كده وبس، أصبحت مالية القطاع الثالث والقطاع الخيري جزءا من الاقتصاد الكلي للبلد.
للأسف الشديد هؤلاء لا يفهموا هذا ولا وجاروا على 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 هذه المنظمات كبيرها وصغيرها للأسف الشديد التي كانت تخدم الناس. الحكومة رمضان شنو يا أخوي؟ الحكومة دي يعني تعليم الناس وتعليم الشباب وصحة الناس، الناس ماتوا في المستشفيات بسبب انقطاع التيار الكهربائي وبسبب عدم وجود الأكسجين وغيره، ماتوا وأنكرت الحكومة مرارا، ثم اضطر وزير الصحة للاعتراف. فهذا هذا هؤلاء أخي يعني شهر رمضان ده لا يتوقع منهم البتة أن يهتموا به أو ينظروا نظرة إلى يا أخي. زمان الحكومة يعني في معظم الأحوال حكومات المتعاقبة ليس الإنقاذ فقط، في معظم الأحوال كانت الحكومة في شهر رمضان تدي بونس إضافي، يد نص شهر إضافي، يعني الجمعيات والتعاونيات في المؤسسات والوزارات بتجيب حاجة بسموها سلة رمضان، وبتتدخل الوزارة لتشتري بالجملة ليستفيد الموظف ويستفيد العامل ويستفيد للأسف الشديد هؤلاء أنا على قناعة كاملة أنهم ما عندهم وقت للكلام ده ذاته، ولا 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 هو ضمن أجندتهم. فلذلك يعني الشعب السوداني له الله، وأنا والله يعني آسى عليهم تماما. والناس يحكوا الحقيقة، حتى إخواننا الذين يعملون في الأسواق من التجار يقولوا القوة الشرائية من أضعف ما يكون. الكان بيشتري كيلو بيجي يشتري نص، والكان بيشتري نص بيجي يشتري ربع، وما في يعني والغالبية العظمى لم تشتري أصالة لأنه ما عنده. نعم، يعني احنا وصلنا إلى مشارف ختام هذه الحلقة دقائق بسيطة، بس كنا دايرين نعلق على قضية ترائي هلال شهر رمضان وتصدي مجمع الفقه الإسلامي السوداني لهذه القضية، وحتى تشكيله فريق متخصص للترائي، أن يكون السودان مستقلا في قضية الترائي ويكون له فريق متخصص ويعني يعلن إعلاناته بشكل رسمي خلال مجمع فقه، كيف ترون هذه المسألة؟ والله أنا أشد من أزرهم، هذا كلام جميل، ودي يعني عبادة أولا قبل أن تكون يعني قضية إدارية وقضية مهمة فلكية وقضية. الحقيقة الترائي لا ينبغي أن يكون فقط لهلال رمضان، يعني الأشهر هم الآن يقومون بالترائي لكل الأشهر. هذا هو، فأنا أتصور هذا كلام جميل وده اهتمام كويس جدا، لأنه الكاليندر الإسلامي بيتعتمد عليه كثير من الأحكام وكثير من القضايا، فأن يهتم مجمع الفقه الإسلامي بذلك أنا أتصور هذا عمل ممتاز وعمل طيب جدا جدا، وعلى أقل تقدير ليكون للسودان رأيه إن خالف به الناس أو وافق به الناس في قضية رؤية الهلال، وقد يكون السودان معين لدول الجوار التي يضعف فيها الاهتمام برؤية الهلال. نعم، ونحن نذكر عموما المشاهدين بأن الترائي يعني أثبت أن يوم غد الثلاثاء أول أيام هذا الشهر العظيم، وسبق ذلك مجمع الفقه كان قد أعلن عن قضية الفدية التي قدرت قيمتها ب 300 جنيه عن اليوم الواحد. شاكر لك مشاركتك معي في هذه الحلقة. في الختام أعزائي المشاهدين أذكركم بأننا نسعد دائما بتلقي أسئلتكم واقتراحاتكم من خلال التعليق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الملتقى في مشهد سوداني جديد بإذن الله، إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.